تخيلوا السند ديالكم الوحيد اللي هو الوالدين ما تلقاوش معكم، وبالأحرى ظالمكم وحرمكم من كل ما هو واجب في العاطفة. شنو غادي يكون مصيرك كطفل ثم كمراهق ثم كشاب استقل بذاته أو لا؟ لا ما عرفناش كيفاش غادي يكون مستقبلك. واش فعلا فاقد الشيء يعطيه أو لما كيقدرش يعطيه حتاش تحرم منه؟ قصتنا الليلة جد قاسية، واللي صاحبتها غادي تشارك معنا حكايتها المأساوية، ولكن والحمد لله غادي تكون نهاية ديالها أمل ولطف خفي من عند مولانا. حكاية الليلة درس وعبرة لكل من فقد الأمل ولكل مبتلى. ما تمشيو فين وبقوا معي باش تبعوا حكايتنا الليلة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. لاي واحد كيلتحق بينا على قناتنا اليوتيوب كنقول ليه مرحبا بك، نورتينا. واذا كنتي من اهل الدار فالدار دارك. غير هو ما تنساش انك تفعل جرس القناه باش فاش نحط لكم شي فيديو تكونوا من الاوائل اللي كتشوفوه، وتخليوا لي تعاليق اللي نقدر نجاوب عليها. خليني ما نتعطلش عليكم اكثر ونبدا معكم حكايتنا الليله حيتاش طويله. لنبدا. صاحبة قصتنا اليوم اختارت كاسم مستعار لها حياة. كتقول حياة غادي نبدا قصتي منين يلا عقلت على راسي. عقلت بلي انه عندي ام موظفة خدامة مع الدولة وقارية وكانت معروفة بزاف هي وعائلتها، خصوصا في المدينة فين كنا كنسكنوا اللي كانت صغيرة. بابا حتى هو خدام مع الدولة وحتى هو معروف، واللي قلت ليه سميتو تيعرفو منين وانا صغيرة. اللي سمعني بنت فلان ولا فلانة، اه داركم الله يعمرها دار، اه باباك الله يعمرها دار. في الزنقه كلشي تيقول لي الوالد ديالك الله يعمرها دار، ولكن داكشي اللي عايشين في الدار شي حاجه واحده اخرى. عندي اخ كبر مني بثلاث سنين، وحيتاش هو ذكر عنده الحق انه يبات عند خوالي يجلس معاهم ويدير اللي يبغى. كنت انا اللي كندوز الوقت بزاف مع ماما وانا باقا صغيره بزاف. كنعقل كان الوالد ديالي كيشرب الخمر حتى ما كيبقاش كيعقل على راسه، وتيجي بالليل تيضرب الوالده. كان تيفسد اعزكم الله مع بزاف ديال العيالات. الليل كله هو غابر، بعد المرات حتى اليومين اولا ثلاث ايام عاد كيجي، ومع الخمسه ديال الصباح تخيلوا كيجي كيوقف على ماما وكيقول لها حط لينا العشاء، ومع الصباح وكيبقى كيضربها ويتخاصم معها وهو فاقد الوعي ديالو بقوه الخمر. ديك الساعه كنت باقا كنعقل هي كتغضب في ديك الوقت، فكانت كتعيط على دوك الكروات ولا الكرارس اللي كانوا شحال هادي كنجمعوا حوايجنا فيهم، والجيران كانوا كيتفرجوا فينا من الشراجن. ماما كتبكي وكتجمع في الحوايج وكتحطهم في ديك الكروسه، وكنمشيو لدار با اللي فيها خوتها. كنمشيو مدلولين، ماما كتبقى تعاود لهم كل شيء شنو وقع بينها وبين بابا وبالتفاصيل، ورا دار ليا وفعل ليا، حتى ولاو كيشوفونا بواحد النظره اللي مدلوله وبلي حنا قل منهم. وكان تيبقى فيا الحال بزاف. اما خويا فهو خارج على العالم ديالنا، هو معزته عندهم وحده اخرى حيتاش كبر مع ولادهم. انا وماما كنا مدلولين لواحد الدرجه كبيره، كانوا تيسخروني سيري جيبي هذه سيري ديري هذه، وكنت كنبغي ماما تدافع عليا. كتبكي حياه وكتقول تنتمنى لو كان ماما تقول لهم ما تسخروش بنتي، لا راه باقا صغيره ما تهش لكم ما تحطش لكم، ولكن هي كتقول لي وسط منهم نوضي ديري لخالتك. تيجي بابا من بعد شي يامات كيطلبهم وكيطلب خالاتي وكيتصالح معها، كنرجعوا معاه وتنرجعوا لنفس المحنه، الدار بالغوات المشاكل. وبما انهم مدينه صغيره والرود كان قليل فيها، كانوا تيحلوا غير شي شهوره وكيسدوا كل مره، كانت كتحولني من واحد لواحد حتى ما بقاتش لقات فين تحطني، وبقات كتخليني عند الجيران في الوقيته فاش كتخدم، وفي العطله ما كانش اللي كيشدني، كانت هو كتخليني عند الناس والجيران، وديما كنت كنتعرض للتحرش. بقى عقله مزيان كانت خلاتني عند واحد الناس اللي ولدهم عنده شي 20 سنه وانا بقى صغيره، كنشوف فيه دار لي شي حركات لا اخلاقيين وتيشوف فيا. كانت ديك الساعه العشيه والدي كانوا ناعسين من مور الغدا، انا كنشوف فيه وكنترعد وما فاهماش، حتى كتوصل الوقيته فاش كتجي ماما وتجي تجيبني ويجي بابا ويتناقشوا، غير كيخرج كتبدا كتضربني. ديك الفقصه اللي كدوز معاه كانت كتخرجها فيا، وانا شنو كان ذنبي؟ مازال صغيره شنو درت؟ كانت كتضربني باي حاجه جات في يديها على راسي، حتى كيبدا كيضرني لمده سيمانه ولا اكثر. تخيلوا حتى اذا شطبت شي بلاصه وما شطبتش بلاصه واحده اخرى كانت كتضربني، ولا كتدخلني في شي قنت حدا الثلاجه وتبقى تهلكني. انا تنكبر وهذا الشيء غادي وكيتزاد معايا، بابا ما كاينش في هذا العالم، هو فعلا كتقدى لينا، وهو كان تيجيب غير الخضره واللحم لا اكثر ولا اقل، ما تيسول واش خاص سكر اتاي دقيق، ما كانش عارف حتى فاش كنت كنقرا نهائيا. بالنهار راه هو خدام، اما بالليل
كيخرج اعزكم الله كيسكر وكيغبر. حنا كل ساعه غادي عند خوالاتي، خصوصا وحده ساكنه حدانا عندها الوليدات، وانا كانت عندي ديك الساعه باقا كنعقل 10 سنين، كانت كتقول لي ماما ركبي ليها ولادها دخليهم المرحاض وديهم، وانا باقا صغيره باقا باغا نلعب، ولكن والو ما كاين خريج، ما تلعبيش مع الجيران حتى حاجه. هاد خالتي ملي كندخل عندها كتبقى تقول لي ركبي ليا بنتي، ديري ليا هادي، ديري حاجهكم الطواليت، دوشي ليها، مدي ليا، ها كتسخري ليا. وماما كتشوف ما كتدافعش عليا، ما كتحاولش تدافع عليا، ما كتقولش ليها بنتي مريضه، ما كاين غير سيري ديري لخالتك، سيري تسخري لخالتك حتى طيحت صحتي عليها وعلى ولادها، لدرجه اليومين هذا ظهري ولا مقوس وكيحرقني بسبب داكشي. دوزت تماره فديك الدار، بعض المرات كنعيا بالليل وما كنقدرش نغسل دوك المواعن وكنخبي شي كميله، فاش كتلاقاها ماما كتقتلني بلاصه، حتى كنبقى كنوح بالليل وانا بنت 10 سنين. وتنبدا تنقول في راسي ندير بحال الافلام، نمشي لشي مدينه نخدم عند الناس اللي لاباس عليهم يقريوني ويتهلاو فيا. انا ديك الساعه باقا ما فاهماش الحياه، كانت يصحاب لي بانه بحال الافلام بحال الواقع. وانا صغيره زوج مرات كنحاول انني انتحر، شحال مره حتى كنفكر انني نخرج من الدار وكنعاود نتراجع في اخر دقيقه. كانت واحد المره وقعت لي واحد الحاجه اللي اثرت فيا بزاف، ما غاديش يجي عندنا الوالد ديالي 3 ايام للدار. خرجت في العشيه مورا العصر نتسخر لماما الحانوت، حتى كيبان ليا نازل واحد الطوموبيل وجاي، شفتو وفرحت وانا نقول في خاطري الله بابا هذا هو جاي لعندي. حياه كتبكي بالدموع وكتنشق وكتقول ليا كان جاي مقابل معايا، وانا يسحب لي بلي انه كان جاي لعندي. بقيت كنجري باش نعنقو، ويجي واحد المراه من مورايا قدامي سلم عليها ركب معاها في الطوموبيل وزاد، ما شافش فيا، ما عقلش عليا نهائيا، ما شافنيش واش جايه فرحانه باغا نعنقو والو. بقيت واقفه كنشوف وكنبكي من موراها، بقيت ديما تنقول غنمشي في حالي، نمشي نبات غير في المحطات، ولكن ربي تيبغيني كان كل مره تيمنعني وكيلطف بيا. تنبكي وكنقول مالي على هاد الحاله من دون هاد البنات، مالي انا عايشه بحال هاد العيشه، مالي ما دايراش بحالهم. تخيلوا فاش كنخرج من دارنا راه تيعرفوني بنت فلانه وتبارك الله عايشه مزيان وعائلتهم لاباس عليهم وباباك الله يعمرها دارو حنين، ولكن الواقع كان حاجة أخرى. هاد الكلام اللي كنت كنسمع أنا من عند الناس ما كنتش كنشوفه في دارنا، أنا عايشة وسط منهم مدابزين، وأنا كنت ناكل قتلة ديال العصا. واحد النهار طاحت ليا شي حاجة في الكوزينة تهرست ليا، لدرجة أنه ماما غادي تشد ديك الحكاكة باش كتحك مطيشة واللي كانت في يديها بقات كضربني بها، جيت نحامي على وجهي ودرت يدي حتى كلهم تحردوا ليا، ولدابا باقية فيا الإمارة. دازو بزاف ديال اللقطات بحال هاد النوع من العنف. هادشي كله خويا عايش مع خوالي، كيجلس عندهم بسيمانه ما عايش معانا، ما تيشوفش هادشي اللي كنعيش. في هاد المرحله كنت كندخل عند واحد جيراننا اللي هما كارين لواحد الناس اللي عندهم دراري صغار، كنمشي عندهم كنبقى كنلعب مع وليداتهم. بيد ما كتجي ماما من الخدمه مع ثلاثه ولا اربعه د العشيه بحال هكاك، واحد النهار غادي يجي الراجل ديال ديك المراه اللي ما كانتش مرتو في الدار كانت مسافره، غادي يشدني ويتعدى عليا جنسيا، وانا ما عارفه والو ما فاهمه والو، كنغوت وكنبكي، ما كاين اللي يسمعني ما كاين اللي يعتقني. كانت عندي ديك تقريبا ما بين 11 12 سنه، هنا جيت للدار شنو غادي نقول لماما وهي على اقل حاجه كتضربني. بقيت ساكته حتى من بابا ما نقدرش ندوي معاه. واحد المره مشيت للحانوت تعطلت غير شي دقائق، فاش دخلت بدا تيشتف ليا على راسي حتى بدا تيضرني الفك ديالي، ما عرفتش علاش دار هكا، لما نقول شنو طرا ليا ورا فعلوا ليا ولا شنو داروا ليا. صافي هذوك الناس ما بقيتش كندخل لعندهم، كنجي كنبقى واقفه حدا الباب باب دارنا حتى كتجي ماما، ما بقيت كندخل عند حتى شي حد، ما بقيت كنثق في حتى شي حد. كنجي في المدرسه ها لي تيجي تيقول لي جي شربي معنا كاس داتا، هي تيجي تيقول لي جي تسني ماماك عندنا، وليت كنقول لهم غير لا ما بغيتش. ماما عمرها ما سولتني واش داروا لك شي حاجه، كيفاش تصرفوا معاك، ولا واش عمر شي حد اذاك، شنو وكلوك، شنو داروا لك، والو نهائيا. هي خصها غير تمشي تخدم تجي تشقى وتشكم بابا وصف. خوالتي كلهم كيعرفوا شنو طالع عندنا، ما كتسر والو عليهم، وداك الشيء كان تيضرني بزاف حيتاش بقوت ما كتعاود اسرارنا. خوتها ولاو كيشوفونا بواحد النظره اللي هي خايبه ومحتقره، كتقول لي حياه كندوي معاك وما بغيتش نبكي، ولكن راه دموعي ما بغاوش يتحبسوا ليا. كبرت وصلت للثامنه، واحد النهار كان واحد الراجل مع بابا ويسولو فاش كتقرا بنتك، قال لي السادس، وانا كنت في الثامنه ما كاينش هو في هذا العالم، ما عرفتش علاش تناكلوا ولا اش تنشربوا ولا اش تلبسوا ولا فين تنقراو. دخلت للتسعه وخويا طلع الباك، جا بابا عند ماما قال ليها ديري لي الموافقه باش نتزوج بمراه واحده اخرى. انا في ديك الوقت صافي ما بقاتش كتبان لي القرايه، الاب اللي كان عندي فيه بصيص ديال الامل شي نهار انه يفيق من هذه القلبه صدمني بهذا الخبر. كنقول واحد النهار غادي يجي ويتراجع على هذا الفعيل اللي كيدير. الساعه منين جا وقال بغا يتزوج بحال قطع ديك النقطه
ديال الامل. خويا كمل الباك ديالو، مشى دار تخصص في الطب، انا وصلت النص نتاع التاسعه وما بقيتش قادره نكمل. جمله واحده في راسي كتردد، هي حياتي ضاعت، تغتصبت، وحتى شي حد ما عرف شنو طرا، والاب ديالي ما عارفش حتى فاش كنقرا ومشى يتزوج. انا في هذه الفتره نتاع التاسعه دخلت لسن المراهقه، بديت كنتهلا في راسي نوعا ما، ولكن ما كنثق في حتى شي حد. صاحبت مع واحد البنت شويه خايبه، وديما انا وياها في الدوران، حنا في السويقه، اذا ما جا شي معلم كنا كنضحكوا وكنشطوا. صافي ما بقيتش مسوقه للقرايه، ما بقيتش مدخلها لراسي. بابا راه معمره وحده اخرى، خويا اللي غينوض يحكم فيا راه مشى لمدينه وحده اخرى، وليت كنلقى راحتي في الزنقه، ما بقيتش قاده ندخل للدار، حيت وليت كنحس بحال انني داخله لجهنم. كتبدا ماما كتقلب عليا بالليل فاش كنجي، كتبقى عليا، ندمت علاش ولدتك، ندمت علاش كبرتك، شوفوا باكم شنو دار ليا، مابقيتش كنحملكم. في هذا الوقت وليت بحال كنكبر، وليت كنتجاوب معاها، بعدي مني خليني ندير اللي بغيت، انا كبرت. وكنبقاو كنتغاوتوا والجيران كيسمعوا فينا، حتى خرجت من المدرسه قلت ليها ما تليتش بغيت نمشي، ما غاديش تدوز شهر حتى قلت ليها بغيت عاوتاني نرجع، غادي تنوض تقيدني في واحد النادي ديال الخياطه. قالت لي سيري جربي، قلت واخ نمشي نجرب علاش لا. في ديك الوقت بديت كنلبس سراول تاع الجين مقطعين، وليت كندايره واحد السيل بحال تاع الدراري، حيت ما كنتش باغا انني نتشبه بالبنات، يمكن واش حيت كان عندي سبب انني تعقدت لما تغتصبت او لما عرفتش. المهم شافتني ديك المعلمه ديال الخياطه بحال ما عجبتهاش، حيت المظهر ديالي كان تيوحي على شي وحده خايبه. المهم دوزت النهار الاول، النهار الثاني، وراونا واحد الموديل تاع واحد الصايه فيه العبار والقسمه والحساب، وبديت كنطبق داكشي، بدات كتبان النتيجه، عجبني الحال، فصلتها وخيطتها وفرحت، حسيت براسي اول مره في حياتي كندير شي انجاز. ما كنت كندير حتى حاجه، ما كان عندي حتى شي دور من غير المشاكل اللي كنت كنتج. هنا قلت يا نقدر واخيرا ندير شي حاجه. المهم ولات الخياطه هي الحاجه الزوينه في حياتي، المتنفس الوحيد ديالي، ولات عندي بحال شي مكان كنمشي كنرتاح فيه وكنبدع فيه. وليت كنفرح لما تمشي تنقرا في ديك المدرسه، كنضحك كنشاط كنسى بزاف ديال الحوايج. تندخل العشيه للدار تلقى ماما طالع ليها الدم، وبغى غير تخاصم وتخوت على اقل حاجه. ومع الفقصه ديال بابا زاد تكملات، شفت باباك مع هذيك وراه خارج مع هذيك، شفتو هنا راه دار هنا، وانا داكشي كان تيضرني في خاطري، كنقول لها غير بركه عليا. حتى في الزنقه اللي لقيتو تيقول لي واش بصح باباك تزوج، حتى حد ما كنعرف بلي انه راه ماشي تزوج غير عليها، راه تزوج علينا حتى حنايا. حتى كنقرر صاف ما غاديش نبقى نتغوت معاها، وتنقول لها ما تبقيش تجبديه ليا، لا هو لا مراته، صافي يدبر راسو. هو وخاش كيجي على شحال مره كيجي كيتغدى معانا، ما بقاش داك الصداع، وما بقاش كيجي شارب، وما بقى حتى كيتغدى لينا لا خضره ولا لحم، ولا كلشي منا حتى من قرايه خويا. ولكن اللي كان ضرني بزاف في هذاك السن هو لما غير اذا كنا ركبنا الطاكسي وسولها كيدير فلان، دغيا كتجاوبو ما تسولنيش عليه، ها شنو دار ليا، وتزوج عليا، ومرتو راه قدي، ومالي انا شنو خصني. فين ما مشات كانت كتعاود شنو عندنا في الدار اسرارنا. انا في دوك اللحظات تنموت، كنتمنى تشق الارض وتسرطني وما تعاودش علينا، كلشي كيدي اخبارنا، كلشي عارفه شنو عندنا. كل نهار كنتغوت معاها غير باش ما تخرجش اسرار الدار لايا كان، ويا ما مرض، ويا ما احتاجينا بانا، ويا ما ترعدت بالليل من الخوف. بعد خطرات ماما كتبقى فيا، وبعد المرات كنقول علاش دارت فيا هذا الشيء، بلي تنبقى كندوي مع مولانا، يا ربي شنو هاد الحاله، وعلاش كتعاود مشاكلنا الناس، واللي سميم عليها كتقول ليه كلشي، علاش كنتغوتوا حتى كلشي كيسمعنا. انا وياها عند عائلتها ولينا مكتوب على جبهتنا مدلولين، واخا خدامه بحالها بحالهم، ما بقيناش من نفس المرتبه ديالهم بقوه ما ماما، ما كل ساعه غدا عندهم جايه وتعود لهم اسرارنا. واحد النهار وانا كبيره مشينا عندهم، مشينا عند ديك خالتي، بقات عليا ديري هادي ديري هادي، مشيت عند ماما قلت لها يلا نمشيو في حالنا، ما تليتش بغيت نبقى. نقزات خالتي وقالت لي وانت بغيتي تخاصميني مع اختي، وانت فاعله وانت تاركه يا الشمكاره، اعزكم الله. في هذه اللحظه قتلاتني فاش قالت لي هذه الكلمه، تنقول يا ربي ماما تجاوب، يا ربي تنوض دافع عليا. نهائيا واش دوات ماما ما عندهاش شخصيه، وكانت اعصابها كتبردهم فيا، حتى اذا خوتها قالوا لها شي حاجه ما كانتش كتعجبها، حتى كتوصل للدار وكتبرد فيا داكشي، علاش قالوا لي علاش داروا لي، كنقول لها جاوبيهم ديك الساعه، وكتبقى كتعايرني. المهم انا واخا في وسط هذه المشاكل كانت عاجباني هذه المدرسه نتاع الخياطه، في هذا الوقت كنرتاح وكنتعلم، وكنا كنتجمعوا وكنقرا فيها مزيان، وكنت من الاوائل، حتى دوزت عامين من موراها. واحد الاستاذه ديالنا قالت لنا بلي انه اجيو تسجلوا في واحد المدرسه اللي فيها تخصصات واللي نفعت بزاف ديال الشباب. دخلت ليها
كنجي فيها من الاولين، كنديروا فيها الرسم الموسيقى. وفي هذه المدرسه كانوا زوج ديال الاساتذه اللي كانوا عزازين عليا، اللي كان فيهم واحد طبيب نفساني وواحد فيهم نتاع التنميه الذاتيه، نتاع كيفاش تثقي في راسك، علما انه ما كانش عندي ثقة في الراس أو كانت منعدمة. فلما دخلت الحصة الأولى عند ذاك الطبيب النفسي، أول حصة دار لنا قال لنا غمضوا عينيكم وتخيلوا معايا ريوسكم راكم غاديين في الطيارة للحج تزوروا قبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بدأت يقول لنا تبعوا معايا خطوة بخطوة. فعلا احنا مشينا، احنا وصلنا، دوك اللي تقرأوا معايا كلهم ساكتين إلا أنا تنبكي تنبكي وتنتخنسس وتنشهق، حيتاش فعلا كنت حاسة بذاك الإحساس، كنت حاسة بلي أنني غادية في زيارة. ملي سالينا وحلينا عينينا شي تيضحك شي تيقول مع شكون كان تيبكي. المهم عاوتاني غادي يدير لنا تجربة واحدة أخرى وقال لنا كل واحد فيكم يدير ورقة ويكتب فيها شنو كيتمنى يدير، يا ليه يا الوالديه يا الولاد المستقبليين من هنا لواحد 3 سنين أو لخمس سنين، وكل واحد هاد الورقة يعطيها ليا نقرا ليه هاد السر ديالو باش نعرف كل واحد شنو عنده فيكم. أنا شنو غادي نكتب ليه؟ كتبت لي بلي انني ما نقدرش نتبدل وما نقدرش نزيد القدام، حيتاش ما كاينش لمن نزيد وعلى من نزيد، وحتى الوليدات انني نزيد على ودهم القدام مستحيل نديرهم. ديما كنت نقول شكون غادي يقبل بيا، شكون غادي يتزوج بيا. من اللي قراها سولني علاش، قلت لي عندي مشاكل. بقى معايا حتى عاودت لي وهو يقول لي خاص ايمان كيكون بالله قوي وتكون عندك العزيمه والاراده. بدا يحمسني وبدل لي الطاقه السلبيه اللي كانت فيا اولا اللي كانت طاغيه عليا، وعطاني بزاف ديال النصائح، غسل لي دماغي، قال لي شي حوايج اللي كنت محتاجه انني نسمعهم، صالحني مع انا الطفله وعاونني لدرجه انني ليومنا هذا كندعي معاه. المهم ساليت القرايه ديالي وقلت لماما راه قالوا لنا بلي انه غادي يديونا ستاج في شهر نتعلموا هذه الخدمه في الشركه ولكن في مدينه واحده اخرى. حاولت انني نقنعها بلي انه خاصني نعتمد على راسي وحتى امتى غادي تبقاي عايشه ليا وبلي خصني ندير حرفه فيديه اللي تعاونني، حيت غيجي واحد النهار ما يعقل عليا حتى حد. المهم تمدا كنقنعها بهذه الهضره حتى جابتني لذاك النهار اللي غادي نمشيو فيه بالليل وقالت لي ما عنديش البنات اللي كيمشيو يسافروا واللي خرجوا من دارهم. تصدمت، بقيت تنبكي تنبكي حيتاش هرست لي الامل الوحيد ديالي، وبديت كنتغوت معاها وتنقول ليها لا غادي نمشي وبغيت ندير هادي وندير هادي وندير هادي، والو غير كتغوت. هذيك الليله بقوت ما تعصبات لحت عليا الكرسي ديال الميكا، كانت غادي تجيبوا لي فوجي، درت يديا وجا فيها وتحلات لي يدي حله كبيره والدم ما بقاش يتحبس وكنبكي. طلع لي الدم وبديت كنجبد هذوك الحوايج في الباليزه وكنلوحهم. يئست وتأزمت وكنبكي. غادي صباح الصباح وبديت نقول يا ربي دير لي شي تاويل ديال الخير، يا ربي حن قلبها، وبديت كنطلب مولانا. مع 12 ديال النهار غادي تعيط لي ديك الاستاذه وغتقول لي راه كنتسناوك حنا في المحطه. قلت ليها شنو وقع، قالت لي بلاتي نعيط على مامك. عيطت لها وشرحت لها وضمنتني ليها. عاد جات عندي ماما وقالت لي جمعي حوايجك وسيري تمشي. ما قدتنيش الفرحه، ما عرفت شنو ندير، واش نقز ولا نغوت ولا نبكي. المهم مشيت لحقت عليهم المحطه، داونا لواحد الدار اللي زوينه، المهم بزاف ديال التفاصيل، تهلاو فينا وداونا لديك الشركه واخا كانوا كيحرتوا علينا مزيان وتيضربوا علينا تماره. كنا 9 ديال البنات، دازت شهر وانا كنتعلم وكنطلع من مرحله لمرحله وكنبين المهارات ديالي باش يشدوني ونبقى تما، بغيت غير نهرب من المشاكل. كنا 9 بينا غادي يشدونا في الاخير حنا 4 اللي بقينا معاهم. كملنا شهر واحد اخر، واحد النهار مشيت واحد السبت وحد لدارنا غادي نحل الفيسبوك ديالي حيت بقوه الخدمه مابقاش كنحلو، غادي نلقى واحد الدري مصيفط ليا سلام انا فلان غادي نتعرف معاه وغادي يطلب مني باش انني نخلي ليه نمرتي. بدا تيعيط ليا ولينا كنتعرفو. رجعت للستاج ديالي حتى سالات ليا الوقيته وقالوا لينا اللي بغى يخدم يبقى اللي ما بغاش صافي غير يمشي. اختاريت انني نكري انا وزوج بنات واحد اخرين اللي حتى هما بقاو معايا. غادي نتعرف مع الدري، لقيت والله يعمرها دار، شاد في صلاتو، انسان مزيان، رشدني في بزاف ديال الحوايج. واحد المده ولا كيحاسبني علاش كتعطلي، علاش هادي وهادي، وانا هذوك القيود يلاه ما تحررت منهم من دارنا. وليت كنقول واش حتى هذا غادي يحرمني من داكشي مناش حرموني دارنا. غادي نصيفط ليه ونقول ليه اذا كنت غادي تحكم فيا وحنا مازال ما بيناتنا حتى شي حاجه الله يعاونك. دازت واحد المده غادي نمرض وصدفه سبحان الله العظيم غادي يدوي لي ديك الوقت، وقف معايا وقفه نتاع الرجال حتى وليت بخير وتجددت العلاقه ما بيناتنا. غادي يطلب مني باش اننا نتشوفوا باش اذا عجبنا بعضياتنا نتجمعوا على سنه الله ورسوله. منين قالها ليا تخلعت، ما عرفتش شنو ندير
وانا هز معي واحد الماضي اللي هو ثقيل. قررت انني عاود ليه المشكل اللي عندي. فعلا عاودت ليه وانا تنبكي. قال لي بلي انه ما عندوش مشكل. تلاقينا، دار لي فيه الله الخير وعوضني به. وكيف ما وعدني جا في داك النهار اللي قال لي وخطبني، بعدا تكتبنا وتزوجنا. لقيت ولد الناس واخا ما عندوش شي خدمه ولكن فيه الحب والحنان. عوضني بكل شيء اللي تحرمت منهم وكنت فاقدهم. اقل حاجه هي الامان. الحمد لله لقيت فيه كل شيء ويسمع احسن ايام حياتي. ولدنا وليد وشاء القدر باش اننا نرجعوا لديك المدينه اللي فيها الام ديالي. طلبتني انني نسكن معاها وعلى قبلها غندير بزاف نتاع التضحيات وحوايج كثار حتى جينا نسكنوا معاها. واخا كرفصتني ومع ذلك كتبقى فيا وكنقول لا، كيف ما كان الحال كتبقى امي هي اللي والداني. الحمد لله حنا بارين بها، هي خدامه وحنا خدامين. كنحمد الله ونشكره. الانسان لما كيصبر ربي كيجازيه. وياما بكيت وياما حاولت ننتحر وياما جاتني خدمه زوينه وكنتمنى من كل من سمع قصتي يدعي معايا انني نترسم معاهم. حياتي ولات احسن بزاف من الاول وانا فرحانه مع الزوج ديالي اللي تزوج بيا وقبلني رغم الماضي ديالي وعيوبي. عبرتي من هاد القصه، بغيت كل بنت ما عمرها تقول مستحيل لاحلامها، حيت ربي غادي يعوضها بما احسن. وربي ما تيدير خير الخير. ويا ما فكرت في الانتحار، ويا ما فكرت اني نخرج للصنقه اولا نهرب اولا نخدم عند الناس، لكن مولانا كان لاطف بيا وما كانش تيخطاني. كنت ديما قريبه منه بقلبي. اي وحده سمعت قصتي، اذا كنتي كتقراي كملي قرايتك، تحاربي ووصلي. وراه ماشي حيت وقعتي في واحد المشكل راه كيف نهايه العالم. لا، هذه صفحه اولا باب الخير كيتسناك. كافحي وصبري. اما الامهات حاولكم انكم تديوها في بناتكم واسمعوا ليهم وسولوهم وتصاحبوا معاهم، ما تعنفوهمش والا غادي تضيعوا لهم حياتهم. واخيرا شكرا من اعماق قلبي للزوج ديالي اللي داعمني ومساندني وكيخاف فيا مولانا. وهذه هي كانت حكايه حياه، يا لها من حكايه، ماساه ومعاناه، ولكن الحمد لله مولانا كان لطف بها في اي دقيقه لطيبوبه قلبها ورقي مشاعرها واخلاقها. صبرت وربي جزاها بكل خير. قصة إيجابية في الأخير وحبرة لكل من يأسات أو كل من وحدة قالت صافي أنا غادي نحبس هنا أو لا فكرت أنها تمشي لشي طريق غير صحيح. في الأخير إذا شديتي في حبل مولانا عمره ما كيخطاك، وتأكدي بلي أنك عمرك ما غادي تضيعي وغادي تكون بداية أفراح وتفاؤل في حياتك. شكرا لكل من استمع لهذه القصة. كنتمنى أنكم تخليوا الحياة كلام طيب كيف العادة، كلام يشجعها ويحفزها ويشكرها على هذه القصة الإيجابية اللي عطتنا. حياة أنت إنسانة قوية. شكرا على قصتك. دمتم في رعاية الله وحفظه. نتلقوا في مقاريب. سلام سلام.